بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. في البداية صراحة البعض حينما يتابع بعض وسائل الإعلام في الفترة اللي فاتت خاصة بعد لقاء الأهلي والوداد لازم زي ما بننتقد بعض من وسائل الإعلام اللي بيكتبوا كلام بعيد تماما عن الواقع وتحس إن هم بيتفرجوا على حاجات تانية أو بيتفرجوا على ماتشات تانية أو بينتقدوا حاجات مش موجودة أصلا من الأساس. لازم نشيد ببعض وسائل الإعلام اللي بتكتب كلام في الصميم. صراحة إشادة كبيرة مننا لتقرير قدم في جورنان الوطن الزميل إسلام أحمد وتقرير على 5 مشاهد تحكيمية أثرت على مسيرة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي مش محتاج التحكيم أنه يكون في صفه، ولكن محتاج أن التحكيم يكون عادل، والنادي الأهلي مع وجود عدالة تحكيمية تعطي لكل ذي حق من حقه هياخد البطولة. هنتكلم من بطولة 82 النادي الأهلي كسب أشانتي كوتوكو في القاهرة وتعادل هناك 1-1 وخد البطولة وكانت أول بطولة إفريقية للنادي الأهلي. موسم 83 النادي الأهلي وصل للنهائي وبيلعب أشانتي كوتوكو على الفاينل، تعادل في القاهرة 0-0 وفي غانا بيلعب فريق أشانتي كوتوكو الفاينل وهناك طبعا قبيله وشيء يعني صعب جدا. النادي الاهلي واجه في هذه الرحله صعوبات كانت اكثر من صعبه. حكم جزائري كان يدعى محمد حنظل وهو الوحيد اللي شاف ان الهدف اللي احرزه أشانتي كوتوكو مش تسلل. يعني حتى المساعد لم يرى هذه الواقعه، الكل لم يرى ان هو مش تسلل غيره هو بس شخصيا. واحتسب هدف من تسلل واضح. والجدير بالذكر ان النادي الاهلي في هذه البطوله قدم واحده من افضل بطولات، حتى كابتن محمود خطيب خد افضل جائزه افضل لاعب في افريقيا بسبب هذه البطوله. يعني البطوله اللي خدها النادي الاهلي كابتن ديبو ما خدش افضل لاعب في افريقيا، خدها في هذه البطوله، ولكن يبدو ان كل ده كان بعيد عن الحكم اللي احتسب هذه البطوله لأشانتي كوتوكو. الحاجه الثانيه في 2007 حضراتكم تتذكروا النادي الاهلي بيواجه النجم الساحلي في النهائي وكان النادي الاهلي خدها في 2006 من الصفاقسي التونسي في راس هدف ابو تريكه الشهير وجيل من افضل اجيال النادي الاهلي، زي ما برضو جيل الثمانينات من افضل اجيال النادي الاهلي، جيل كله لعيبه تقال جدا وكلهم مواهب غير طبيعي. جيل 2007 كان في ابو تريكه وبركات ومتعب و و و طبعا يعني عشان ما ننساش حد، محمد بركات في الماتش الفاينل الحكم المالي شافه ان هو مش ملوش بينالتي رغم ان هو بينالتي واضح كالشمس، بل بالعكس اداله انذار ومحمد بركات ما لعبش لقاء الاياب. وبدايه التعمد ان وانت بتلعب ماتش الفاينل هناك ليك بينالتي ما بتاخدوش، وهفكر حضراتكم بينالتي ازارو اللي ما خدوش هنا من الحكم اللي هنجيله فملاك سيمبا عشان تروح هناك يجي لك بقى هنا النجم الساحلي وليك ضربتين جزاء، واحده لابو تريكه واحده لاحمد شديد قناوي، ولكن الحكم المغربي العرجون مش شايف ان هم ضربات جزاء، ظاهر ان هو ما ذاكرش في القانون ان لما بتبقى في عرقله داخل منطقه الجزاء بيتم احتسابها ضربه جزاء وهي مش صحيحه، ده محضر. نفس الشيء بالنسبه لوليد ازارو وما حدث في ملعب برج العرب والحكم الاثيوبي فملاك سيمبا والحكم الاخر جوزيف لانتي وايد انارامو الشهيره اللي اعطت الترجي التونسي تاهل على حساب النادي الاهلي ب يعني كوره ممكن تحسبها بقى هاند بول، تحسبها طايره، تحسبها زي ما تحسبها، المهم ان هي رياضه بعيده عن كره القدم، ايه هي بقى يعني زي ما انت ايه تقدر. فهذا التقرير بيبين لك ان في 5 مشاهد منهم مشاهدين بتوع فملاك سيمبا وبكاري جسامة، 2 اوفسايد لمؤمن زكريا بيتحسبوا، هم مش اوفسايد، اتحسبوا اوفسايد، وهجمات واعده تؤدي الى اهداف. هو شايف ان هي اوفسايد رغم ان هي مش اوفسايد. طب اغلط في الاولانيه الثانيه تمشي؟ لا، الاثنين والمساعد حتى رايته واضحه. نفس الشيء بالنسبه لضربه جزاء ازارو اللي كانت موجوده هنا برضه هو والمساعد شايفين ان هي، فانك اصلا تكون فريق تحكيمي كل واحد من دوله انت كده بتروح لسكه كلها غلطات. لان مفيش انسجام، انت المفروض طاقم التحكيم ده بيبقى حكم واثنين مساعدين، ودلوقتي المساعد بقى بيخش في قرارات الحكم الا تحكيميه، ف
بيساعدوا بعض، لازم في نغم ما بينهم كده، هارموني انسجام عشان يدوا لك المستوى المطلوب. وده اللي كان بيحدث فيما قبل لما يكون الطاقم كله متعود ان هو يلعب. الحكام لما تيجي تقول تحكم يقول لك يلعب، بنلعب مع بعض كتير، هو ده لفظ الحكام على ادارتهم للمباراه. فلما يكونوا بيحكموا بعض ويلعبوا مع بعض كتير خلاص حفظوا طريقه بعض من النظرات بس، يعني الحكم بيدوس المساعد لو في كوره هو ما شافهاش من النظره بيفهم ايه اللي حصل، طبعا ده غير الاتصال اللي ما بينهم على الايربيس، بحيث ان كل حاجه تبقى ظاهره بالنسبه لهم. حتى ابتدى الاتحاد الدولي يدخلك بقى حكم خامس والجول لاين تكنولوجي والحاجات الجديده عشان الى حد ما يبعد من غلطات التحكيم اللي بتاخذ يعني حقوق من فرق بتبقى اقدر بالفوز باللقب. وشفنا ما حدث مع النادي الاهلي، افضل بكل شيء ولكن في الاخر ذهبت للوداد المغربي، اللي نقول له مبروك، ده شيء اخر. حاجة التانية اللي بتصيبك بالاندهاش ان في بعض وسائل الاعلام مخليين لك عمودة، حسيت انه في جراديولا جديد في افريقيا، حسيت ان مدرب عبقري بشكل انا لا انقص من الركل، بل بالعكس اتكلمنا عنه في استاد الاهلي واتكلمت عنه في صفه شخصيه ان هو عنده الطريقه الايطاليه في طريقه ادائه وتحفظه وطريقه الكويك كاونتر ازاي بيلعب كومباك، كلام كويك كاونتر يعني مرتد سريع، كومباك انه بيقرب خطوطه من بعض وبيحاول يضيق المساحات على النادي الاهلي، فاديته حقه تماما 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 من الطريقه التدريبيه. ولكن اللي انا عايز اقوله لبعض الزملاء اللي في بعض الصحف كاتبين لك يستحقها عموتا هو الافضل في افريقيا، عموتا يتفوق على كذا كذا كذا، ومدينه يعني مستوى مش مستواه، هو مدرب جيد ولكن ما هوش واو. لان اللي انا هقوله للسيد او الاستاذ اللي كاتب هذه المديها صفحه كامله، في كرة القدم أسهل شيء إنك تدافع، وبنسبة 99% أو 90% من الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي، لأنه النادي الدائم الوصول إلى المرمى أو دايما عايز يجيب أجوان، دايما عايز يهاجم عشان يحرز البطولة، بتلعب بطريقة دفاعية. فأسهل حاجة في الكرة إن أنا أقفل ورا وألعب المرتدات، دي أسهل حاجة في كرة القدم، مش محتاجة عبقرية فذة إن أنا أعمل لك هذا الشيء. وهجيب لك الدليل. الفارق ما بين جوارديولا وجوزي مورينيو. جوارديولا الناس بتنتقده انتقادات فوق الوصف على الرغم انه بيروح اي فرقه بيشقلبها لك بيخليها لك تلعب كره جميله. كل يتذكر ما فعله مع برشلونه وتغيير طريقه اللعب مره ثانيه لطريقه التيكي تاكا الجميله، وطور من ما فعله رينوس ميتشلز وما فعله لويس فان خال اللي كان شغال معاه مساعد في برشلونه، ومن قبليهم يوهان كرويف، وخلى سيستم جديد غير اسبانيا كلها. بقت اسبانيا تسيطر على كره القدم العالميه سواء من المنتخبات او الانديه. ذهب الى بايرن ميونخ، بايرن ميونخ الالمان عشان يجيبوا واحد مش الماني يدربهم دي كارثه. ومنين؟ من اسبانيا. اللي يجي يقول لك المدربين الالمان، في حواري معاهم وانا موجود بتكلم معاهم وبتعلم منهم، يقول لك اسبانيا دي احنا دوله بنصرف عليها. ولكن جابوا واحد اسباني لانه عنده علم وعنده طريقه جديده في كره القدم هي اللي سايبه. اتفرج على بايرن ميونخ كان بيلعب كوره مفيش اجمل من كده، ياخد دوري وياخد كاس، وصل سيمي فاينل دوري ابطال اوروبا، وراجل في منتهى الجمال. وبعدين تتفرج تلاقي لعيبته تروح منتخب المانيا تاخد كاس العالم. تعالى بقى دلوقتي بص الفرق ما بين مانشستر سيتي اللي ماسكه جراديولا وما بين مانشستر يونايتد اللي ماسكه مورينيو اللي هو بالطبع الدفاعي. اتفرج حتى ما بينهم وبين بعض في المواجهات مين بيكسب اكتر، هتلاقي ايه؟ جوارديولا. لان الاصعب في كره القدم ان انت معاك الكوره وتحاول الوصول الى المرمى، انك تحاول تروح تجيب جول ده الاصعب، لان اللي قدامك اسهل حاجه في كره القدم ان انا اقف ارص ورا وادافع، مش محتاجه عبقريه يعني، مش محتاجه ان انا ايه ابقى فيلسوف كبير جدا عشان اعمل هذا الطريقه او هذه الطريقه الدفاعيه اللي عملها عموته، لانه ما كانش قدامه حل غير كده، لان حلول النادي الاهلي اكتر. النادي الاهلي بيلعب حاجه تلاقي الخبراء الاجانب تقول عليها اتراكتيف فوتبول، كره اتراكتيف يعني تشد انتباهك كده، تجذبك، ان فيها باس كتير، فيها تحرك، فيها اجناب بتتحرك من طرفين، فيها مهارات، فيها ثرو باس، كل جميع انواع كره القدم وفنون كره القدم مع النادي الاهلي. 19 هدف في 10 مباريات في دوري ابطال افريقيا. كابتن حسام البدري ان الناس بتهاجمه
وهو كان متصدر الدوري الناس كانت بتهاجمه، كسبان زمالك وكسبان اسماعيلي وكسبان مصري وكسبان سموحه وكسبان مقصه، كنا هنخترع له كمان منافسين عشان يكسبهم كابتن حسام البدري، والناس كانت بتهاجمه. وده سيناريو مستمر، راجل دوري وكاس ونهائي دوري ابطال افريقيا والناس بتهاجمه وتقول عليه مدرب مش كويس. الحاجات دي بتشك وتدهشك انها بتيجي من واحد من المفترض يتقال عليه نخب، لانه راجل صاحب قلم وبيتكلم يعني قلمه وصوته بيروح للجمهور عشان يبتدوا يشوفوا المعلومات اللي هو بيعملها، عشان كده هو اسمه اعلام، ولكن المعلومات كلها خاطئه وبعيده تماما عن الواقع. ايضا تلاقي خبر يقول لك 50 مليون جنيه خسائر على النادي الاهلي بسبب خساره دوري ابطال افريقيا. هو ال 50 مليون جنيه دول كانوا داخل خزينه النادي حضرتك سيادتك؟ وهم ال 50 مليون جنيه دي عباره عن ايه؟ لا ده هي الجائزه الماليه اللي كان النادي الاهلي يكسبها في حاله فوزه بالبطوله، بقت خلاص اصبحت خسائر. يعني كده بطوله لسه النادي الاهلي بيخش فيها فاينل 50-50 ما بينه وما بين فريق وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا زي الوداد، فريق ما هوش سهل، وبقت خسائر 50 مليون جنيه ضاعوا على النادي الاهلي. طب سيادتك ما اتكلمتش على فائض الميزانيه ليه اللي معمول في النادي الاهلي، ولا دلوقتي بقت خزينه 50 مليون جنيه خسائر؟ والنادي الاهلي كسب كام لما كسب الدوري وكسب الكاس؟ ولا الحاجات دي بالنسبه لك مش موجوده؟ والنادي الاهلي المركز الثاني حصل على كام مليون دولار؟ ولا سيادتك ما خدتش بالك من حاجه زي كده؟ فبتلاقي هيستيريا في الصحافه زي ما احنا بنشيد بادوار فيها منتهى الحياديه وفعلا بيتكلموا بشكل منطقي. ما عنديش مشكله ان حد ينتقد، كل حد عايز ينتقد، احنا عندنا 104 مليون محلل كرم. بس لما تيجي حضرتك تنتقد انتقد بشيء ملموس ومنطقي، لكن تتكلمني في خساير واصلا النادي الاهلي لسه داخل على فاينل 50-50 منافسه ما بينه وما بين الفريق المنافس. الخسائر دي لو في حاله هي جوه النادي الاهلي، لكن هي ما كانتش لسه النادي الاهلي حصل على البطوله. وما اتكلمتش ليه على المكاسب اللي حققها النادي الاهلي الماديه بحصوله على الدوري وحصوله على الكاس؟ ولا الحاجات دي الناس بتتجاهلها؟ يا جماعه في كره القدم انك تكسب بطوله دوري تكسب بطوله كاس وتوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا ده بيعتبر انجاز. اه النادي الاهلي عملها كتير وكسب الثلاثيه من قبل، ولكن الاستمراريه في انك تصنع الفارق وتصنع البطولات هو ده الحاجه اللي لازم الناس تحطها في دماغها ان هو مش شيء سهل. زي ما في ناس كتير قوي تقول لك ما هو عادي ما النادي الاهلي بيكسب الدوري، لا الكلام ده مش عادي. واسال الانديه الثانيه، اسال الانديه الثانيه يعني ايه فريق يوصل ل 39 بطوله دوري لو هو بالنسبه لك سهله؟ ايه الجديد؟ لا ما لا جديد في طرق وفي لعيبه وفي نجوم وفي صرف وفي منافسين قدر النادي الاهلي ان هو يتغلب عليهم عشان يوصل لهذا التتويج انه ياخد بطوله الدوري. نفس الشيء بالنسبه لبطوله الكاس، يعني ايه فريق ياخد 36 بطوله الكاس؟ يقول لك ما العادي ما النادي الاهلي بيكسب الكاس. لا مش العادي، النادي الاهلي قعد 10 سنين ما بياخدش كاس مصر، 10 سنين ما بياخدش كاس مصر. فهذا الموسم كان موسم بالنسبه للكابتن حسام البدري استثنائي، وبعد ما وصل الى هذا الانجاز الناس بتقول لا ده حاجه عاديه جدا وده الطبيعي وايه الجديد؟ لا جديد، لا جديد ان النادي الاهلي يستمر في 110 سنه يسيطر على هذه البطولات، لا جديد. ولازم تدي الناس اللي بتتعب لازم تديها حقها، سواء جهاز فني سواء لعيبه سواء نجوم سواء مجلس اداره بيدعم الفرقه، كل دول النادي الاهلي منظومه متكامله، مفيش حد ماشي لوحده، مفيش جهاز فني ماشي لوحده، مفيش لعيبه ماشيه لوحدها، ومفيش مجلس اداره ماشي لوحده، كله بيكمل بعضه عشان في الاخر يطلع لك الانجاز ان انت تاخد بطوله. ده يعتبر انجاز حتى ولو كانت كررت من قبل، ولكن الاستمراريه على مدار 110 سنه من اول رئيس مجلس اداره للنادي الاهلي حصل على بطوله الدوري في 48 لاخر رئيس مجلس اداره حصل عليها في 2017، ده انجاز. الحاجه الثانيه صورة من أجمل الصور وتبين لك إن كل الكلام اللي بيتقال في بعض وسائل الإعلام ملوش علاقة بالواقع. كابتن محمود الخطيب وجوده في المغرب، ومهندس محمود طاهر رئيس بعثة النادي الأهلي
ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وهذه الصورة اللي بتبين لك إن كل اللي انتوا بتشوفوه وبتسمعوه على السوشيال ميديا ده هراء. النادي الأهلي على مدار تاريخه في انتخابات بتحصل في 110 سنة في انتخابات، ولكن الأسرة النادي الأهلي الواحدة، أدي الفيديو، هانس محمود طاهر راح تقبل رمز من رموز النادي الأهلي، أفضل لاعب في أفريقيا 83، اللاعب المصري الوحيد اللي حصل على هذه الجائزة، وراح استقبله استقبال يبين لك إن كل اللي انتوا شايفينه ده هو ده النادي الأهلي، وهو ده مبادئ النادي الأهلي، وهي دي قيم وأخلاق النادي الأهلي، وهي دي الحاجة اللي جيلي ومن سبقني ومن سيتبعني يتعلم منها. الصورة والمنظر ده، إن جوه تخش النادي الأهلي اللي موجودين مع اللي مؤيدين لأي شخص كلهم أسرة واحدة وبيقعدوا، بس في بعض الأوقات ودي حكايات أنا سمعتها من ناس تقال جوه النادي لهم تاريخ بقالهم أكتر من 50 و60 سنة أعضاء جمعية عمومية، وناس جوه مجلس الإدارة والمطبخ بقالهم سنين يقولك إحنا جوه الانتخابات بنقف نهرج مع بعض، جوه الانتخابات أنا عايز أكسب وده عايز يكسب عشان مصلحة النادي بنقف ونضحك ونهرج مع بعض. النادي الأهلي دائما أسرة واحدة مهما كان مين اللي موجود على الكرسي، دائما أسرة واحدة، الكل يحافظ على الكل من غير تشويه ومن غير تشويش ومن غير الخروج عن النص. هو ده قيم النادي الأهلي، وهو ده معنى الأهلي فوق الجميع. النادي الأهلي في هذا اللقاء بيلعب فاينل دوري أبطال أفريقيا، كابتن محمود الخطيب ذهب لكي يؤازر، المهندس محمود طاهر رئيس بعثة رئيس مجلس إدارة نادي بيوصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وبيظل يدعم الفريق في ظهره. هي دي الأدوار، وهو ده النادي الأهلي، هي دي الأدوار المهمة اللي بتوصل لك النادي الأهلي لنادي القرن، مش بس مجرد ماتش كورة، مش بس مجرد لعيبة بتشتريها، مش بس مجرد طريقة أداء وجبت جبت يعني مدرب كويس وجبت لعيبة كويسة والموضوع انتهى، لا، النادي الأهلي في الصورة دي بيبين لك يعني إيه النادي الأهلي، ويعني إيه الأهلي فوق الجميع، ويعني إيه قيم ومبادئ من 110 سنة، الكلام ده مش من فترة صغيرة. اتفرجوا لعيبة النادي الأهلي بعد الأداء المشرف، اتفرجوا الناس بتستقبلهم المغاربة، طريقة أداء نادي الأهلي خلت أجبرت المنافسين إن هم يعملوا هذه اللقطة الجميلة اللي بتبين لك يعني إيه مدى، طبعا كل الشكر والاحترام والتقدير للإخوة المغاربة في هذا المقطع من الفيديو، وتبين لك إن النادي الأهلي عمل شغل، وادي حتى بيحيوا أزارو واحد من نجومهم واحد من نجوم منتخب المغرب، يبين لك ان النادي الاهلي كان عامل ازاي في هذه البطوله، ان اللي هنا شوف الناس هناك في المغرب بتسقف وهنا بيتكلموا بعض، طبعا انا مش عايز اقول لك الكل، ان في ناس في منتهى الاحترام، وسائل اعلام بمنتهى الاحترام، وفعلا واحد يقرا لهم ويتابعهم ويتعلم منهم معلومات ويشوف منهم معلومات، ولكن في بعض يخرج عن النص. برضو عايز اشيد بالجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي اللي موجود في المغرب. في وجود هذا الصخب الجماهيري وفي وجود الدعم الغير مسبوق لفريق الوداد، طبعا فريق الوداد مش كتير بيوصل لدوري ابطال افريقيا للنهائي، تاني مره في تاريخه يحصل عليها. فكانت المغرب كلها مسنداه وده وضع طبيعي. ولكن انا بشكر جمهور النادي الاهلي اللي في كل مكان ورا فرقته. بشكر جمهور النادي الاهلي اللي فعلا على الحلوه والمره معاه. بشكر جمهور النادي الاهلي اللي النادي الاهلي متاخر بهدف مقابل لا شيء وفضل واقف في الملعب وحيا لعبته بعد المباراه. جمهور النادي الاهلي والجاليه المصريه اللي في المغرب صراحه نرفع لهم القبعه. ناس بتحسسك يعني ايه جمهور النادي الاهلي، اللي انا قلت لحضراتكم جمهور النادي الاهلي يخليك اهلاوي. وفي كل مكان في اي دوله هتلاقي فيها جمهور الاهلي بهذا الشكل. قوه النادي الاهلي في جمهور، قوه النادي الاهلي في مجلس ادارته، قوه النادي الاهلي في نجومه والاداره الفنيه، ولكن انا ابتديت بالجمهور والدعم اللي كان موجود من الجاليه المصريه اللي موجوده صراحه في المغرب وطوال المباراه، موجودين
واللعيبة حاسة بوجودهم، وده نفس الشيء اللي حصل في لقائي تونس، ده نفس الشيء اللي حصل النادي الأهلي لما كان في زامبيا، نفس الشيء النادي الأهلي لما كان في الكاميرون. ده أنا بحكي لك وبوصف لك مشوار النادي الأهلي في أفريقيا، هتلاقي جمهور النادي الأهلي دائما وأبدا في ظهر النادي الأهلي، لا يترك نادي أبدا حتى وإن كان متأخرا. وده حدث في لقاء سوسة أمام النجم الساحلي، وحدث في لقاء الوداد المغربي، ده غير ما حدث طبعا في لقاء رادس. شفنا حتى الدخلة بتاعت روح الفانيلا الحمراء، شيء لا نفقده أبدا. وفي المغرب دخلة العم حسين لعيب مشجع النادي الأهلي، لم ينسوه جمهور النادي الأهلي حتى وهم في المغرب، لأن ده واحد من الناس اللي أفنى طبعا شوط كبير جدا من حياته في عشق هذا الكيان العظيم. هروح مع حضراتكم لبداية تدريبات النادي الأهلي اليوم. خلاص ملف البطولة الأفريقية انتهت، وهو ده النادي الأهلي برضه، الموضوع انتهى، البطولة انتهت، بنقفلها، بندرس أخطائنا، بنبتدي نستفيد ايه اللي عملناه صح وايه اللي عملناه غلط، ونبتدي نستعد للجديد. كابتن احمد ايوب القياده الفنيه للنادي الاهلي، لان كابتن حسام البدري متواجد في كندا عشان يشوف ويطمن على بنته، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. النهارده بدايه بقى تفكير كابتن احمد ايوب ووجود طبعا كابتن سعد حفيظ مدير الكره للي جاي. اللي جاي عندك ماتش تليفونات بني سويف يوم الجمعه ان شاء الله، دي بطوله نادي الاهلي هو حامل اللقب فيها. هيبتدي مع الكابتن انيس الشعلالي اخصائي البدني في نادي الاهلي، معاه طبعا كابتن ابو العيله من الخبرات، دي موجود في الصوره بجوار الكابتن احمد ايوب. يقسموا الفرقه لمجموعتين، في مجموعه كانت طبعا مقيده افريقيا ولم تشارك في ماتش الوداد، هيبتدي يخصصها حمل معين بحيث انها تعادل نفس المجهود اللي عملته بقيه الفريق المقيده افريقيا. نادي حسام عاشور انك تشوفه وهو بيجري، ده يعني برضو بشره خير. حسام عاشور من اللعيبه اللي النادي الاهلي لعب نهائي دوري ابطال افريقيا من غير حسام عاشور ومن غير معلول، لكن دائما وابدا الاهلي بمن حضر. هيبتدي يقسم زي ما قلت لحضراتكم، الشعلالي هيبتدي يقسم الفريق، الناس المجموعه اللي شاركت ليها حمل بدني معين، واللعيبه اللي اصلا غير مقيده افريقيه كان ليها تمرين مختلف الى حد ما، في فقرات كره اكتر. بالنسبه للعيبه اللي هتبتدي كابتن حسام البدري يركز على مشاركتهم في لقاء تليفونات بني سويف. اكرم توفيق هم كمان عمل تمرينات منفرده على هامش المران، وايضا صالح جمعه من النجوم الكبار اللي له برنامج تأهيلي خاص عشان يبتدي يكون مستعد للمباريات القادمة إن شاء الله. الماتش يوم الجمعة الساعة 8، هنستمتع أيضا باستاد الأهلي هنا على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي، وحنوفيكم بكل استعدادات النادي الأهلي لهذا اللقاء، لقاء مهم جدا، ودائما وأبدا النادي الأهلي لا يستهون بالمنافسين. خلينا أقول لحضراتكم أني الدكتور خالد محمود طبيب الفريق في النادي الاهلي قال ان اكرم توفيق هيتعمل له اشعه في حاله استمرار شكوى من الام الظهر، وايضا اللاعب علي معلول هيغيب لمده اسبوعين لان هو راح الى تونس عشان يقدم لهم التقرير، ويرجع يتم تاهيله هنا في مصر عشان موضوع العضله الخلفيه اللي مش هتسمح له انه يشارك فيه مع منتخب تونس في الجوله الاخيره بتصفيات كاس العالم. اتمنى للمنتخب التونسي التوفيق وانه يصعد الى كاس العالم مع المنتخب المصري. ايضا دكتور خالد قال ان حسام عاشور بيشارك تدريجيا في تدريبات الجماعيه للفريق بعد 3 ايام، وهيكون جاهز باذن الله. طبعا تدريجيا 3 ايام يعني مش من المنتظر انه يكون موجود في قائمه تليفونات بني سويف، لكن ان شاء الله يلحق اللي جاي. مروان محسن هيبتدي يشارك في التدريبات بقى كلها بشكل طبيعي جدا 15 نوفمبر، ده نفس الكلام اللي قاله دكتور خالد محمود، وقال ان هو هيكون جاهز انه يشارك في كل التدريبات الجماعيه بكل فقراتها يوم 15 نوفمبر. مروان من اللعيبه الصراحه اللي كان عليه ضغط كبير جدا في الفتره اللي فاتت، وعايز اقول لحضراتكم ان تعافي
من الرباط الصليبي. الناس بتسمع كلمة رباط صليبي بيفتكروا ان كل اصابة رباط صليبي واحدة. الرباط الصليبي ده اصعب اصابة في كرة القدم. ليه؟ لاسباب كتيرة، لان في كذا يعني في كذا طريقة، وممكن يبقى قطع جزئي، وممكن يبقى قطع كلي، وممكن يبقى قطع في الرباط، يعني ليه كذا شكل. الحاجة التانية، لعيبة الطوال اللي زي مروان محسن بيبقى الحمل كله على الركبة وعلى اسفل الظهر. فمروان محسن ما شاء الله مش لعيب قصير، يعني لعيب طويل حوالي 185 او 186 سنتي، فلازم يتأنى في امتى ارجع، لان ممكن ياخد قرار انه يرجع هو والجهاز الطبي ويصاب، والاصابه تبقى اسوأ من اللي قبل كده اللي من قبلها. فمروان خد وقته في التعافي، وده من الحاجات اللي تحسب للجهاز الفني والجهاز الطبي للنادي الاهلي. ايضا خلينا نقول ان باكا اللاعب الجنوب افريقي هينضم الى منتخب جنوب افريقيا استعدادا لمواجهه المنتخب السنغالي، ودي حاجه مبشره. اللعيب يكون محترف عندك، بيلعب بشكل دولي، بتدي له خبرات وبيبين لك المستوى اللي الراجل جاي بيه، وعندهم طبعا مواجهه قويه جدا امام منتخب السنغال. دي حاجه مهمه جدا بتضاف الى تعاقدات النادي الاهلي، ودي بجوار زميله جونيور اجاي اللي ايضا منتخب اولمبي في منتخب نيجيريا، ومن المنتظر ان يتم استدعائه للفريق الاول. نفس الشيء بالنسبه لعلي معلول، وليد ازارو، كل اللعيبه المحترفه ما شاء الله في النادي الاهلي كلهم على الصعيد الدولي بيأدوا او بيشاركوا مع منتخباتهم. نروح للمدير الفني لمنتخب مصر الارجنتيني هيكتور كوبر، وكلام مهم جدا قاله على لعيبه النادي الاهلي ومشهورهم في هذه البطوله. نطلع نسمع مستر كوبر ونرجع ونكمل كلام. Bueno, se imagina que para mí llegar a una final es muy importante. اعتقد انك توصل لمباراه نهائيه، اعتقد دي حاجه كبيره جدا. اعتقد No tengo ninguna duda. ما عنديش شك. Llegar a una final no es fácil. مش سهل انك توصل لمباراه مباراه نهائيه في بطوله كبيره زي دي. Yo creo que lo que ha hecho el Ali en todo este torneo ha sido muy meritorio. اعتقد خلال البطوله y es para felicitar لازم ان احنا نهنيهم كلنا y a los jugadores. والنادي الاهلي واللاعبين اللي هم قدموا كل حاجه قدروا يقدموها. Se perdió una final. Bueno, sí. لكن خسروا duele, في الامطار claro. الاخيره طبعا هتبقى هزيمه مؤلمه digo, طبعا مؤلمه جدا. Y lo digo por experiencia esto. وانا بقول لكم الكلام ده عن خبره. Con respecto a cómo pueden llegar los jugadores. Sí, sí. Por eso yo tengo que llegar a una final, tengo que hacerlo. لازم ان انا ابدا ان انا اكلمهم importante. افهمهم اهميه الوصول لمباراه نهائيه يا باشمهندس. Y sí. Ahora seguramente mañana que van a estar con nosotros. هيكونوا موجودين معنا بكره ان شاء الله. Sí. Dolido tienen que estar. هيكونوا زعلانين طبعا ومتضايقين، ده طبيعي طبعا. Y a veces el dolor hay que dejarlo sentir. وان هو شعوره بالالم لبعض الوقت ده. De a poquito se van a meter otra vez en la selección. هيبداوا ان شاء الله مع الوقت يبداوا يدخلوا معنا مع المنتخب واحده واحده تاني. Y se tendrán que motivar y estimular para jugar el partido contra Ghana. نحط لهم اهداف جديده، نحط لهم دوافع جديده ان شاء الله عشان يكونوا مستعدين لمباراه. A un jugador que llega dice lo bueno. Se terminó, acá ya no hay. مش هيجي بكره اقول له خلاص الموضوع انتهى، انسى المباراه النهائيه، الامور ما بتتخيلش بالشكل ده. Un mínimo de tiempo. احنا متفهمين جدا الالم طبعا اللي في اللعيبه كلها، ولازم نديلهم الوقت المناسب. Y lo más rápidamente que se pongan el chip de la selección. ان شاء الله هتبقى بسرعه جدا هيقدروا يرجعوا لعقليتهم بتاعت المنتخب تاني. مستر كوبر مدير الفني الارجنتيني لمنتخب مصر، المدرب اللي وصل لنهائي تشامبيونز ليج مع فالنسيا، وعارف يعني ايه انه يوصل لمباراه نهائيه. هو اتقال عليه منحوس في النهائيات، ولكن فك نفسه مع المنتخب المصري، ولكن هو عارف يعني ايه انك توصل لمباراه نهائيه. حتى قال لك امبورتانتي بالاسباني، يعني مهمه جدا، حاجه مهمه جدا انك توصل للفاينل. ده انت قطعت شوط ايجابي جدا، هناهم على ادائهم، هنا النادي الاهلي على طريقه ادائه في ولعيبه النادي الاهلي على طريقه ادائه في المباراه. طبعا دي لقطه ما ينفعش اشوفها، طبعا دي اداء الصلافي تمرين النادي في تمرين منتخب مصر في استاد القاهره، وعاد مره اخرى منتخب مصر للعب والتمرين على استاد القاهره. وحشنا استاد القاهره، وحشنا كل حاجه فيه. دي كانت برضو حاجه كده على هامش طبعا التاهل لكاس العالم والاحتفال. ولكن هرجع تاني ان مش سهل، يقول لك مش سهل ان انت توصل للقاء نهائي
لعيبه النادي الاهلي اكيد هتبقى متضايقه وهيبقى عندها بعض من الحزن، لكن انا متاكد ان هم هيبتدوا هتعامل معهم على ان هم ينسوا هذه الالام، وعلى الرغم انها هتبقى صعبه ولكن ندخلهم في تركيزهم مع لقاء منتخب مصر. اتكلم على طريقه اداء النادي الاهلي، اتكلم على اداء لاعبي النادي الاهلي، وده شيء ايجابي جدا ومهم جدا بالنسبه لمدير فني بمستوى هيكتور كوبر، راجل جاي لك من تشامبيونز ليج ليفل، يعني واحد درب في دوري ابطال اوروبا وصل لفاينل دوري ابطال اوروبا مع فالنسيا، كان معاه بقى لعيبه كبار جدا ابقى اقول لحضراتكم عليهم مره ثانيه، ومن ابرزهم يعني كيلو جونزاليس ومانديتا. كيلو جونزاليس ده من اللعيبه الارجنتينيين اللي لعب على المستوى الدولي، وايضا مانديتا كان نجم منتخب من منتخبات اسبانيا، وكان معاه كلاوديو لوبيز برضو واحد من منتخبات الارجنتين، النجوم كبار جدا مع هذا المدرب المخضرم اللي بيتكلم على انك يعني ايه توصل لنهائي دوري ابطال افريقيا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. ايضا منتخب مصر ينهي طبعا مرانه اليوم في اطار استعداداته للقاء غانا ان شاء الله يوم الاحد المقبل في ختام تصفيات كاس العالم اللي منتخب مصر فرحنا كلنا وفرح ال 104 مليون مصري في التاهل لكاس العالم. تجربه مهمه بالنسبه لبعض اللعيبه، ميكسر كوبر عنده فكر انه ادى اولا راحه لمحمد صلاح، راحة من المشوار الدولي، راحة ان هو يجي من انجلترا، هو متألق ما شاء الله مع ليفربول، ويجي المشوار الدولي انه يرجع مصر وبعد كده يروح غانا وبعد كده يرجع مصر تاني وبعد كده يرجع انجلترا وانت خلاص حققت المطلوب، فيدي فرصة انه يشوف حد تاني من الممكن ان هو يبقى ليه ادوار في هذا المكان. ضم بعض اللعيبه الجداد بالنسبه لتشكيله منتخب مصر، ضم شيكابالا وغير اللعيبه المحترفين، وجود اللعيبه المحترفين وايضا وجود اللعيبه الجداد الضم ده بيجهز مستر كوبر طريقه لعب، ممكن نشوف المحمدي، ممكن نشوف عمر جابر، ممكن نشوف ايضا لعيبه جداد في تشكيله كوبر، لانها بالنسبه له هتبقى تجربه اخيره قبل كاس العالم. خليني اقول لحضراتكم الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قال ان كاس العالم هيكون في مصر خلال 15 و16 مارس المقبل، ده في اطار طبعا الفيفا بيعمل هذا الامر قبل كل كاس عالم، كل الفرق اللي وصلت لكاس العالم بيبتدي يمر عليها. وعلى تويتر قال جوله كاس العالم هتمر على بلد الحضاره والاهرامات مصر يوم 15 و16 مارس المقبل، حاجه جميله جدا ان احنا نشوف كاس العالم قبل ما نوصل لروسيا في طبعا الصيف الجاي باذن الله. واحد من اهم اللعيبه في كره القدم صراحه اللي انا شفتهم يعني، وكل يتحدث عنه جوارديولا تحدث عنه، واحد من اللعيبه هو اندريا بيرلو نجم الكره الايطاليه اللي اعلن اعتزاله لقدم اليوم. جوارديولا حاول ضم بيرلو مرارا وتكرارا، وجوارديولا لما يجري ورا اللعيب اعرف قيمه هذا اللعيب، لعيب شيك في كل شيء، مفيش بطوله ما خدهاش غير امم اوروبا فقط، خد كاس عالم، خد دوري ابطال اوروبا مرتين، وصل لفاينل كذا مره، خد دوري ايطالي، خد كاس عام انديه، خد كل حاجه. اندريا بيرلو واحد من النجوم الشيك في ادائه في تمريراته، ما بيعملش ميس باس، ما عندوش مشكله مع ان هو في الملعب ما تحسش ان هو بيجري، شياكه واناقه حتى في طريقه لعبه. لما يطلع جافي يقول لك واحد من اعظم اللعيبه اللي انا شفته، ممكن احسن لعيب ايطالي شفته في حياتي، لما يطلع بوجبا يقول لك انا حابب ان الكوره تروح لبيرلو عشان اشوف هو بيعمل ايه. نجوم العالم كلها تفرج على الشياكه، تفرج على الاناقه، واحنا عاملين له كده فيديو صغير بيبين لك مدى قوه وشياكه واناقه هذا اللاعب، واحد من اعظم لعيبه الكوره في تاريخ الكوره وفي تاريخ الكوره الايطاليه.
spaghetti al dente. Da un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra una finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con Coppa America sui manifesti, con le cantori, con l'amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono italiano. Italiano vero. Andrea Pirlo, واحد من اللعيبة اللي لعبت لأهم ثلاث وأكبر ثلاث أندية في إيطاليا. لعب للإنتر، هو طبعا كان ابتدى في بريتشا، ثم ذهب إلى الإنتر إنترناسيونالي، ثم ذهب إلى الغريم إلى إي سي ميلان لأبرز أيام حياته وأبرز بطولاته، ثم ذهب إلى اليوفو الغريم الأكبر للميلان، والكل يعشقه، مفيش حد بيكره فيلو. بص الفاولات كأنه بيحطها بإيده، اتفرج على تمريراته، يعني ممكن فيلو في بطولة من البطولات يعمل لك 223 باس صحيح، وممكن في ماتش من الماتشات يعدي لك ال 50 وال 60 وال 70 باس صحيح، ما عندوش حاجة اسمها ميس باس. وبعدين ما تحسش ان هو بيجري، اتفرج بيحط الفاول كأنه بيحطها بإيديه، ولو حطها بإيديه مش هتبقى بهذا الشكل. ستايل لوحده، شياكة لوحده، وهو بيستلم شيك، وهو بيشوت شيك، وهو بيعمل كل حاجة فيها شياكة، ومميز جدا كان طبعا في الضربات الثابتة. وبشكر فريق الاخراج الصراحه ان حتى جابوا لنا يعني مزيكا ايطاليه لشاتيمي كانتاري، من اكثر الاغاني الايطاليه اللي مشهوره بها ايطاليا. ولكن اتفرج على اندريا بيلو واستمتع، وفعلا كره القدم فقدت واحد من امهر واعظم لعيبه خط الوسط في تاريخ الكره. لاعب فاز بكل شيء، فاز بكأس العالم 2006، وتخيلوا كان في هذه كأس العالم كان ابرز دوره، كان ابرز من توتي وابرز من ديل بييرو. تخيلوا النجوم الكبار اللي انا بتكلم عليهم، اندريا بيرلو كان دوره اهم من هؤلاء اللاعبين. لعب مع الكل، كان عنده تشكيله اساسيه، كان اساسي، لعب مع روي كوستا، لعب مع كاكا، لعب مع سيدورف وكان اساسي. والكره لما بتيجي على يمين ويحط فيها وش رجله هاتها من الشبكه، هو ده اندريا بيرلو. الكل بيتبدل عليه، ولكن تحط بيرلو وتبني عليه فرقه، ده اللي قاله جراديولا، هو فريق لوحده. جراديولا قال لك هو فريق لوحده، انيستا قال لك اعظم لعيب ايطالي شفته في حياتي، بوجبا قال لك انا نفسي الكوره تروح له عشان اتعلم منه هو ماذا سيفعل بها اندريا بيرلو. وادي شوفوا التكنيك بتاعته، التكنيك يعني طريقه شوطه لوحدها تدرس. لعيب شيك، لعيب انيق، يصنع فارق، يعمل كل حاجه في الكوره، والكوره العالميه تفتقد اندريا بيرلو بعد ما اعتزل. كان آخر أيامه ذهب إلى نيويورك سيتي، فريق في أمريكا، وأعلن اعتزاله لكرة القدم. دي كانت اخر حاجه معايا النهارده، حتى القاكم، تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.